هاي جيرلز، معكم أنا أنوثا. اليوم رح أحكي على لانكوم ماسكارا مسيو بيج. تجي هالماسكارا بأنبوب أسود مكتوب عليها باللون الزهري. فيك تلاقي نفس التصميم بس مكتوب عليها باللون الأزرق لماسكارا واتر بروف أو ضد المي. حجم الماسكارا متوسط ففيك تحطيها معك بأي شنطة ميك اب. أما بالنسبة لأداة التطبيق فهي بتجي من شعيرات مطاطية بتسهل عملية توزيعها على الرموش. متوفرة هالماسكارا بلونين اللي هن الأسود والبني. نحن جربنا اللون الأسود. اللي لاحظناه بعد ما جربنا هالماسكارا إنه هي فعلاً بتزيد حجم الرموش وبتكثفون وبيزيد حجمهم أكتر كل ما استخدمتيه طبقة ورا طبقة. واللي بيميزها كمان إنه هي بتطول الرموش وهذا الشيء بيساعدها على تكبير حجم العين. فإذا كنتي عم تطبقي هالماسكارا بالنهار بكفي إنك تطبقي طبقة واحدة منها، أما إذا كان عندك مناسبة بالليل فثلاث طبقات بيطلع كتير حلو. أما من ناحية الثبات فبعد ما جربنا هالماسكارا لعدة مرات لاحظنا إنه هي بتضل كل نهار بلا ما تحسسنا إنه في تقل على الرموش. سعر هالماسكارا هي $25 على الموقع الرسمي للانكوم. إذا بدك تعرفي أكثر قري ريفيو اللي حضرنا لك إياه وحطي your comment in the comment box below إذا جربتيها، وانتظروني بفيديو جديد reviewing more products.